الغربية بالنسبة لحضرتك. زيادة الدخل الذاتي للمحافظة مشكلة كبيرة جدا، دي سيادة الرئيس اتكلم عليها برضو بوضوح، اتكلف بيها سيادة الرئيس. كان تكليف واضح للمحافظين ونوابهم، لأن زي ما بقول لحضرتك احنا مواردنا محدودة كدولة. أيوة. كل الميزانيات المخصصة للمحافظات بتستغل بشكل جيد في الخدمات اللي بتقدم للمواطنين، نعم، لكن في بعض الأحيان بيحدث عجز. طيب احنا محتاجين تطوير في مشاريع أخرى الميزانية الدولة ما تستحملهاش. أيوه. فمن المفترض ان علشان نطور داخل المحافظة من غير ما نستغل ميزانية الدولة بكامل طاقتها ونرهقها، يكون عندك كمان مصدر للدخل الذاتي للمحافظة. أيوه. احنا شغالين على الملف ده كويس، احنا عندنا اصول كويسة في محافظة الغربية. ايه في عندك المشاريع في الغربية تقدر تعزز من يعني وتستفيد منه؟ اسمح لي اقول بس الشروق بتقول ايه بكره للساده المشاهدين، واليوم السابع بيقولوا ايه للساده المشاهدين. الشروق بتقول لحضراتكم: رئيس الوزراء اليوناني يطلب دعم الناتو لمواجهه الاتفاق البحري التركي الليبي. اجواء ايجابيه في اجتماع القاهره لوزراء ري مصر واثيوبيا والسودان بشان سد النهضه. ده الشروق بيقولوا لحضراتكم. اليوم السابع الرئيس يفتتح 10 مشروعات جديدة بدمياط، وجولة مفاوضات جديدة حول سد النهضة في القاهرة. دي من أهم الأخبار اللي موجودة، ونتكلم في 10 مشروعات في دمياط. يعني دمياط بلد ومحافظة في غاية الأهمية، و افتتاح جديد هيبقى إضافة جديدة، هيبقى فرص عمل جديدة، حياة جديدة. زي ما أنا بقول دايما في افتتاح كل مشروع ده معناه حياة جديدة. مدينة دمياط للأساس أول وأكبر منطقة صناعية متخصصة بالشرق الأوسط، دي اللي هيفتح اللي هيفتتحها سيادة الرئيس إن شاء الله. اتفضل دكتور أحمد. عندنا في الغربية يمكن حضرتك قلتها لي من شوية، شلها سيد. أيوه. نفسنا ان احنا نحول الجزء بتاع منطقه السيد البدوي ده لاحد المزارات الدينيه السياحيه اللي تجذب مواطنين من داخل وخارج البلاد. احنا بنلاحظ مش هو كده بالفعل في مولد السيد البدوي بيجي له ناس فعلا من بره كتير، لكن انا مش عايز احط الكلام من ده من بره مصر. طبعا. انا مش عايز احط الكلام ده في زون محدد في السنه بس. ايوه. انا عايز احول المنطقه اللي هناك دي لممشى الناس تتحرك فيه وتجيله وتزوره، ويكون في شيء مختلف بالنسبه للمحافظات الثانيه لو على اعتبار ان ده اهم ما يميز محافظه الغربيه من الناحيه السياحيه. من الناحيه السياحيه عندنا كمان مجموعه من الاستثمارات اللي موجوده في مجال الاراضي الدوله، اللي هي كان عليها عقارات مبنيه وكان عندنا محلات موجوده.